بغضب وتوتر وفشل دبلوماسي قد يكون مؤقتا أو دائما. غادر المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين لبنان بعد أن وصلت مساعيه الدبلوماسية لوقف التوتر عند الجبهة الجنوبية إلى حائط مسدود. فهوكشتاين الذي اتسمت زيارته الأخيرة بالجدية تقدم باقتراحات وأفكار تقوم على تقليص الأعمال القتالية جنوبا مع بدء إسرائيل بتنفيذ عمليات أقل كثافة في غزة وانسحاب حزب الله بمسافة 7 كيلومتر عن الحدود، محذرا من تدحرج لبنان إلى الحرب التي تستعد لها إسرائيل. ما جاء به هوكشتاين في زيارته الأخيرة إنما جاء يعني بعد سلسلة من التهديدات العالية الصقل من قبل الإسرائيلي، لكنه فوجئ بموقف رسمي لبناني هذه المرة. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فاجأه بالقول أنه غير المنطقة أن تبحثوا معنا أي شيء ما لم يكن هناك وقت للعدوان مع غزة. ونقل عن الرئيس بري أنه قال أسهل علينا نقل الليطاني من نقل حزب الله. هوكشتاين خرج من لبنان أو غادر لبنان مصدوما وبخفي حنين بكل ما للكلمة من معنى. هذا الأمر الذي يطالب بإبعاد حزب الله 7 كيلومتر أو 10 كيلومتر أو أي كيلومتر يعني من الحدود هو أمر غير وارد على الإطلاق. زيارة هوكشتاين للبنان جاءت بعد زيارته لتل أبيب، حيث التقى هناك مع قادة إسرائيل كوزير الدفاع يؤاف جالانت الداعي إلى توسيع الحرب في وقت تصاعدت فيه العمليات في الجنوب، إضافة إلى ارتفاع حدة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تتحدث عن حتمية شن الحرب على لبنان. فهل بدأت المساعي الدبلوماسية تأخذ منحى الفشل الذريع، ما سيحتم اللجوء إلى الخيار العسكري وتوسيع إسرائيل للحرب؟ هم يعني الآن في ورطة كبيرة، لا يستطيعون الذهاب إلى توسيع الحرب، وعلى المستوى الدبلوماسي لم يصلوا إلى حل. لم يبقى أمامهم سوى الخيار الوحيد وهو وقف العدوان على غزة مقابل وقف الجبهات. حزب الله سيبقى في إطار النصرة لغزة والدفاع عن غزة ومساندة غزة ما يستدعيه هذا الأمر. يعني كيفما كانت الأمور سوف يذهب حزب الله إليها إذا فرضت عليه. كل الأمور تبقى مفتوحة باعتبار أن الأصل هو الميدان في غزة، فإذا ما ذهب إلى توسيع الحرب باتجاه لبنان هو يعلم أنه لن يلقى أي تأييد لا من أمريكا ولا من غير أمريكا في هذا الإطار. مش حبا في لبنان وليس حبا في يعني الشعب اللبناني، وإنما خوفا من أشياء أخرى قد لا تكون بالحسبان. وبالتزامن رفض حزب الله عبر وسطاء أفكار هوكشتاين واعتبرها غير واقعية، مؤكداً على مواصلة إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل حتى يتم التوصل لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، إلا أنه أكد على انفتاحه الدبلوماسي. فما هي المقترحات التي قد يقبل بها حزب الله؟ كلمة السيد نصر الله لكل حادث حديث. عندما يقف العدوان على غزة وتتوقف الجبهة من جنوب لبنان لكل حادث حديث، هذا يعني أن الأمور مفتوحة على كل الاقتراحات التي قد تقدم من هنا وهناك وتدرس. لا شيء مسبقا، لا شيء ممكن الآن أن نقول عنه أنه باليد، لكن مثل كل هذه الطروحات ستكون قابلة للنقاش إذا ما كان الاعتماد فيها على مسألة أساسية، احتفاظ لبنان بالحق في أن يدافع عن نفسه. إذن المساعي الدبلوماسية لم تحقق أهدافها، وهذا ما يترجم على أرض الواقع عند الحدود الجنوبية التي تشهد على مواجهات أكثر حدة وقصف إسرائيلي وصل أمس إلى حصبية واليوم إلى كفرسير في النبطي، وتكثيف اختراق طائرات الاستطلاع لمناطق بقاعية ليلا وبشكل مكثف. فهل ستعدل المقترحات الدبلوماسية لمنع تصاعد المواجهات أو أن طبول الحرب أصبحت جاهزة للقرع؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.